مرحبا، معكم الشيف خولة السيف. إذا كنتم من محبين الشوكليت فأكيد راح تحبون هذه الوصفة المصنوعة من تفاحة البينك ليدي. عندنا هنا حمام ماي عشان نذوب الشوكليت، والخطوة الثانية نقطع التفاح على شكل قلب، وبقايا التفاحة ما نرميها لأنها وجبة صحية ومثالية، ونقدر نقطعها ونحطها فوق سلطة. ويلا نزين، راح ناخذ التفاحة ونقمسها في الشوكليت ونقدر نحط عليها أي إضافات. وانصحكم تجربون الزعتر، نكهته جديدة ومميزة. راح نحطه في الفريزر 10 دقائق تقريبا، وعليكم بالعافية.